السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هدايا نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله كديري لاباس عليكم صحيحتكم لاباس اليوم إن شاء الله نقدم لكم الطريقة ديالي باش كنخدم الطيحان مع عمر غندوزو على بركة الله الطريقة والمقادير اللي كنحتاج لهاد الوصفة عندنا هنايا الطيحان الطيحان كتبقى على حسب نوعي اللي بغيتي واش بقري ولا غنمي المهم على حسب اللي موجود عندك أنا عندي هنا الطيحان بقري وعندنا هنا البصله اللي كنكون مقطعاها يعني مشلضه رقيق وعندي الثومه محكوكه وعندي الربيع مقطع انا عندي مجمد لكان طري يكون احسن وعندي هاد شويه ديال الشحمه دي حتى هو يعني حكيتو رقيق او لا كيتقطع رقيق وعندنا هنا في التوابل عندنا شويه الملحه عندنا شويه الكمون شويه البزار شويه الخرقوم عرق شويه سكينجبير شويه القزبر يابس وعندنا شويه ديال التحميره هادو بالنسبه للعطيه بغيتو تزيدو شي اضافه راه ممكن تضيفوها عندنا هنا شويه زيت الزيتون وعندنا هنا الكفته الكفته كتبقى الكميه لي على حساب اللي بغيتو نتوما على بركه الله الطريقه كيف كتشوفوا يعني كناخذوا هاد الطحال هذا وكنبداو كنقشروا ليه هذيك القشره اللي كتكون بحال هكا من الفوق يعني غير هذيك القشره الفوقانيه ماشي الجلده كامله يعني غير القشره كيف ما كتشوفوا تحاولوا انكم تنقيو مزيان صراحه يعني الناس اللي كيعجبهم كي الطيحان راه هذه طريقه زوينه وسهله وفي الصراحه كتجي لذيذه نتمنى ان شاء الله البنات اللي كانوا طلبوني على هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالهم ان شاء الله وكيف غتشوفوا معايا راه ساهل ما فيش كثرت المراحل راه ساهل كتشوفوا راه كنحيد لي غير هذيك الجلدات اللي كيكونوا الفوق لاصقين وغنكمل ان شاء الله بنفس الطريقه نقيه كامله من هذيك الجلده ديالو ونرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله البقيه ديال المراحل دابا كيف كتشوفوا من بعد ما نقيت هذا الطحن مزيان وغسلته كناخذوا كن ان شاء الله هاد العطريه غنضيفوها على هاد البصله وهاد الشحمه كيف كتشوفوا راه كيف قلت لكم يعني ممكن تضيفوا كاين شي واحد اللي كيبغي يضيف الزعتر اليازي يعني كيبقى لكم الاختيار المهم انا كنكتفي بهاد العطريه هذه ورا كل واحد كيف ما قلت لكم كيبغي يضيف شي اضافه اللي هي هي كتعجبو راه يضيفها ما كاينش المشكل واللي ما بغاش الشحمه راه ما يديرهاش أه اللي ما بغاش يعني ممكن انكم تحيدوا شي حاجه ممكن تضيفوا اي شي حاجه كيف كتشوفوا يعني راه كيبقى الاختيار ديالكم المهم انا وريتكم الطريقه باش كنخدم وراه بعض المرات كنعمرو بالكبده بعض المرات كنعمرو بالكفته على حساب اللي كيكون متوفر بعض المرات يعني غير بصله وهذا صافي والله يجعل البركه المهم غتخدمي باللي عندك متوفر صافي هذا الشيء اللي كندير راه كيف قلت لكم كل مره اللي كيكون موجود كنخدم به كبده كلوه يعني اللي عندكم اللي عندكم في الدار وبغيتوا تخدموا بها غتخدموا بها يعني فاش كيجي العيد فحال هكا كبير كيبغي بنادم يعمر فحال هكا الطيحان وكيكون تبارك الله كل شيء موجود الكلوى الكبدة وخلطو وديرو فيه راه كيجي زوين صراحه والربيع احسن لو يكون يكون طري يكون احسن انا مكانش متوفر عندي طري خدمت به مجمد وغنخلطو مزيان هاد المكونات مع بعضياتها حتى تنسجم لينا ونرجع معكم كتشوفو من بعد ما الحشوه ديالي خلطتها كناخذوا هذاك الطيحان وكنحلوه انا كنحاول نحلو من الفوق صراحه انا ما عمرني ما حليته يعني كيحلوا لي الجزر ولكن دابا اضطريت انني نحلو يعني كامل غنرجعو للضرب الضرب راه صراحه راه ما كنعرفش ليه يعني الناس اللي كيعرفوا ليه راه يحلوه اللي ما كيعرفوش ليه احسن يعني ديو عند الجزر يعني كننصحكم انكم ديو عند القزار هو يحلو لكم جيبوه محلول وكيف كتشوفو غنبقى غاده معاه حتى نحلوا مزيان كامل باش نلقى فين ندخل ليه الحشوه ديالو كتشوفوا من بعد ما حليت هاد الطيحان ديالي يعني كامل راه واخا راه تقبل من شي بلايص المهم راه غادي نخيطو ما كانش مشكل مع قلت لكم راه اول مره غادي نحلو موالف كيحلو ليا غير القزار. بسم الله غنبداو كنعمرو في هاد الطيحان هذا يعني كيف كتشوفوا كنحاولوا اننا ندخلوا ليه الحشوة حتى لداخل راه كيف شفتوا راه هذيك البلاصه راه تقبات ليا ولكن ماشي مشكل غن غنخيطها يعني صافي غنحاول انني نعمرو كيف ما قلت لكم بالحشوه مزيان ومن بعد ما نعمرو نتلاقى بكم باش كي نخيطو ان شاء الله البلايص اللي تقبوا ليا كاملين نعاود نخيطهم كيف كتشوفوا من بعد ما عمرت الطيحان بهذيك الحشوه خيطت ليه الفم ديالو اللي كنت حليت من الفوق وغنخيط ان شاء الله معكم هاد الجنب هذا اللي كانت تقابل ليا فاش كنت كنحل يعني احسن لو كون كان القزاري يحلو يعني راه هو كيعرف كي كيفاش يحلو ما, ما كيقطعوا كي ما والو يعني حنا راه كيف ما قلت لكم راه اول مره داكشي علاش تتقب وفاش كنت كنعمر فيه يعني تزاد تحلت لي هذيك تحل مازال كيف شفتوا راه عندي انا هنا هاد البرا والخيط يعني خاصين بالكوزينه يعني كي وضروري توصلوهم قبل ما تخدمو بهم والبره راه جديده يعني كنخدم بها في الكوزينه وحتى الخيط حتى هو راه مخليه للكوزينه كنبداو كنخيطوا في هاد الطيحان هذا مزيان باش ما تخرجش لينا منو الحشوه اللي حنا معمرين ونتمنى ان شاء الله ان هاد الوصفه هذه تنال اعجاب الاخوات اللي كانوا طلبوها مني يعني بزاف اللي قالوا لينا شاركي معنا الطريقه ديالك ديال الطيحان وملي كتاب الله وانني كنت غنصايبو قلت نشارك معكم الوصفه ان شاء الله يعني راه الحشوه عاوتاني كتبقى اختياريه غتخدمي باللي عندك يعني عندك كبده قلب عندك هذا الكلوات يعني اللي عندكم غتخدموا به عندكم غير بصله والشحمه والعطريه والربيع راه كافين يعني كل واحد غيعمر على حساب اللي عنده وعلى حساب اللي اشنو هو كيبغي وخلاص اللي كيعجبو هالطيحان راه غيعجبو كيف ما كان واللي ما كيعجبوش راه ما غيعجبوش واخا يدير اللي دار كاين اللي ما كياكلوش كي راه واخا ما وغنكمل بنفس الطريقه ان شاء الله حتى نكمل الخيط كيف شفتو من بعد ما عمرت هذاك الطيحان بالحشوه وخيطتو غناخذ واحد الكاردو واحد العود ولا هذا ونتقبوه يعني باش هذيك الشحمه تلقا منين تخرج وما ما يتفرق عليكم ما والو كناخذوا واحد اللاطه اللي كنكونوا مفرشين ليها هاد الورق ديال الطبخ يعني الورق ديال الزبده وغادي ندير لها من الفوق بابي الومنيوم نتوما الا ما بغيتوش ديروا بابي الومنيوم ما ديروش مع ضروري خصكم تغي... تغطيو عليه باش يطيب لكم مزيان انا الفران عندي راه لما غطيتش فيه الحاجه راه ما كطيبش ليا مزيان وغندخلو الفرن ان شاء الله ومن بعد ما يطيب غنتلاقى بكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو من بعد ما يطيب الشكل النهائي ديال الطيحان ديالي من بعد ما وجد كيجي على هذا الشكل صراحه كيجي زوين زينته بشويه ديال الحامض وبشويه ديال هذا نتوما كيبقى لكم الاختيار تزينوا بحسب اللي عندكم نتوما وباش تاكدوا انه راه طاب من اللي كتحلو عليه كتدخلوا الموس الا إيه دخل إيه دخل الموس بواحد السهوله عرفوه راه طاب الا إيه ما ما دخلش لكم بسهوله عرفوه راه مازال باقي خاصو يطيب المهم كيف كتشوفوا يعني راه كيجي على هذا الشكل هذا كيجي رائع يعني نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم و عجبكم كيف كتشوفوا يعني راه الصراحه كيجي طيب وكيجي زوين نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه و الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه ليا مع ومع اصحابكم والناس اللي مازالين ما اشتركوش في القناة نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد ان شاء الله وما تنسونيش بتعاليقكم وآراءكم واقتراحاتكم وما تنسونيش بتشجيعكم لي بجام وأي حاجة بغيتوها راه خليوها في التعليق وأنا إن شاء الله غادي لبي طلب ديالكم وما تنسونيش كيف قلت لكم من جام وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله كوم فيديو ديال اليوم ما تنسوش تبارطاجيو ليا مع ومع صحابكم